فجماعه من الاخر كده، انا النهارده موجود في الشيميز فاكتوري، الناس دول ملوك القميص في مصر، هما بيقولوا كده. انا دايما بحب اشجع المنتج المصري خصوصا لو هو بمواصفات عالميه، بامانه ربنا الناس دي وصلت لمرحله في القمصان ابهرتني. يعني انا جيت عندهم محل قالوا تعالى عايزينك تشوف الشغل بتاعنا عامل ازاي. انا ما بحبش البس قمصان بصراحه، بس لما جيت هنا انا اشتريت كل الالوان. ليه بقى؟ عندهم ميزه مهمه جدا، عندهم اكتر من 100 لون في المحل زي ما انتم شايفين كده. تعالى قرب، بصوا درجات الالوان يا جماعه، بصوا التفصيل نفسه، بصوا الفينيشنج بتاع القمصان عامل ازاي، حاجه عالميه والله العظيم. القميص بتشوفه من بره زي ما بتشوفه من جوه. ده بقى بيقول لك الاوكسفورد، اعلى خامه موجوده في العالم، اللي هي ايه؟ بيقول لك الخيط بينط على الخيط عاشق معشوق عشان يهوي. وبعدين بيقول لك ده ما بيكلحش ولونه ما بيروحش وما بيكشش في الميه. اسعارهم حلوه جدا، 249 بيبتدوا لحد 499 حسب نوع القميص. وعندهم كل الخامات بقى،